بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، يتجدد لقائي بكم في حلقة جديدة من كل حلقات صلاح النجار على اليوتيوب. نستهل صباح اليوم أو في فجر هذا اليوم الثلاثاء بكثرة الصلاة على النبي وبالاستغفار لقوله عليه الصلاة والسلام: وبالاستغفار هم وبالأسهار هم يستغفرون. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيته الوارث منا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.